كان أغلب أهالي نجران يمتهنون الزراعة منذ القدم، ولكن الأساليب كانت بدائية وكان الإنتاج محدودا للغاية. ومع وصول أيادي التعمير والتحديث إلى المنطقة، دخلت الأساليب الحديثة في الزراعة لتحل محل الأساليب التقليدية القديمة. وبالنسبة للري أيضا، كان الري السطحي عن طريق السواني هو الأسلوب المتبع للري في مزارع نجران القديمة. واليوم انتشرت وسائل الري الحديثة بين مزارعي نجران. وقد تم ذلك بعون من الله تبارك وتعالى، وبفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة، متمثلا في جهود وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي السعودي. وقد بلغت جملة القروض التي قدمها البنك للمزارعين في نجران حتى عام 1409 للهجرة أكثر من 428 مليون ريال، إضافة إلى إعانات بلغت 120 مليون ريال. وكانت النتيجة أن تحولت الزراعة في نجران إلى وعاء إنتاجي متطور، كما من حيث حجم الغلة المنتجة وكيفا من حيث ارتفاع نوعيتها. وقد اشتهرت نجران بزراعة الخضار ومختلف أنواع الفاكهة وخاصة الحمضيات.